هعمل دلوقتي الرز اللي هو بالبسله والفراخ والذره. رز مقلوب بالذره. هاجي اول حاجه المقادير بتاعتي، كوبايتين رز مصري وكوبايه رز بسمتي. انا هخلط الاثنين على بعض عشان يكون الرز مفلفل، وفي نفس الوقت انا محتاجه الرز المصري عشان لما اقلبه يبقى ماسك. لو انا عاملاها رز بسمتي الواحد هيبقى مفرفط مش هيمسك معايا. كوبايتين رز مصري وكوبايه رز بسمتي، هنقعهم تلت ساعه مش اكتر. علبه ذره، نص كيلو صدور فراخ، كوبايه بسله مجمده، بصله مبشوره، فصين ثوم، معلقتين بهارات مشكله، معلقه سكر، نص معلقه حبهان. هعيد المقادير بس هحط الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، البصل والفراخ. صدور الفراخ انا مقطعاها مكعبات، هحطهم يتشوحوا في الطاسه، وهقول تاني المقادير ما تقلقوش عشان انا عايزه بس الصدور تتحمر كويس وتنزل ميتها وتستوي، او على الاقل تلات ارباع سوا، وهتكمل سواها بعد كده مع الرز. يبقى كوبايتين رز مصري مع كوبايه رز بسمتي، علبه ذره، علبه ذره صغيره نص كيلو، لو العلبه كبيره خدي نصها، نص كيلو صدور فراخ بقطعها مكعبات كبيره، كوبايه بسله مجمده، بصلايه مبشوره، فصين ثوم، معلقتين بهارات مشكله، معلقه سكر، نص معلقه حبهان. هاجي هنا عشان الرز هعمل ايه؟ هحط حله للرز، احط فيها شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، زيت او سمنه زي ما انت عايزه، وميه سخنه. هحط 3 كوبايات ونص او 3 كوبايات وربع ميه للرز، ميه سخنه، ميه مغليه، بغليها وبجهزها. الميه دي هحط فيها ملح، وهحط فيها فلفل اسود، هحط الرز وبعد كده نطلع بريك عينيا، وهحط فيها حبهان والسكر والبهارات خلاص. وهنا اهو ادي الفراخ محمرها. انا هسقط الرز في الميه دي، هصفيه واسقطه في الميه علشان يستوي تلات ارباع سوا، يعني مش هسويه للاخر، مش عايزاه يستوي للاخر، عايزاه يكمل سواه مع بقيه الحاجه. فانا هنحط نوعين الرز مع بعض. احنا حطينا الميه بتاعت الرز اهي بتغلي كويس، هصفي الرز، نوعين الرز كويس من الميه بتاعتهم، وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم هسقطهم في الحله واسيبهم يستووا نص سوا او ثلاث ارباع سوا، علشان هغطيهم طبعا بعد ما اقلبها. على ما يشرب ميته ويبتدي يخش في السوا هطوط فيه عليه. وادي الفراخ بتتشوح عندي، فراخ بصوا دخلت في السوا اهي، والرز لسه ما شربش ميته، فانا سايبه الرز يشرب الميه بتاعته كويس. الفراخ دخلت في السوا، هروح حاطلها اول حاجه الثوم، وادي بعد كده البسله. البسله قلنا هي مجمده فمش هتاخد وقت كتير في السوا عشان يفضل شكلها حلو. بتتقلب تاخد النكهه بتاعتها. واخر حاجه الذره. وهحط عليهم ملح وفلفل، طبعا لازم يتملحوا. انا مش حاطه اي توابل على الفراخ، التوابل كلها في الرز عشان يبقى فيه تضاد في الطعم، يعني عكس بعض. الرز والرز متبهر قوي، والفراخ ما فيهاش اي نوع بهارات، مجرد ملح وفلفل. فلفل اسود
يعني حاولي بس تحطي شويه فلفل كويسين عشان يدي طعم للفراخ والخضار. اهو دقيقة واحدة على النار وهشيل الخضار دي. الرز بصوا الرز ابتدى يشرب ميته، انا مش عايزة اقلب كتير علشان ما يعجنش مني. تقليبة بصوا اهو، واوطي عليه علشان يفتح ويخش في السوا، لان لو ما وطيتش عليه بقى هيبتدي ايه يلسع مني. وده خلاص هشيله علشان ممكن نطفي عليه او نوطي عليه شويه. لا هرجع بس اطبق الرز على بعضه عشان اخد البريك. هاجي ادي البوندت كيك، القالب بتاع البوندت، هحط الخضار بالفراخ فيه. هكون طبعا دهناه، والرز خلاص دخل في مرحلة السوى. هاجي اعمل ايه؟ هكبس بقى الرز فوقيه. الرز احنا قلنا ده نوعين من الرز عشان يمسك. بسم الله الرحمن الرحيم. واروح حاطه الرز. اجيبها هنا عشان انت بالشقلوب معايا. اهي كده اهو. هحط الرز عليه، اضغط بالراحة عشان برضو ما يعجنش معايا، واروح مغطياه بفويل ومدخلاه الفرن يكمل سواه. هو خلاص شرب المية، انا مش محتاجة احط اي سوائل معاه تاني كده اهو. بصوا بالراحة، نضغط بالراحة. بملاها وبعدين زي ما قلنا بنغطيه بالفويل وبندخله الفرن يكمل سواه. وطبعا قبل ما تحطي الفويل يا بتحطي ورقة زبدة يا اما بتستعملي المات السيليكون، في غطا سيليكون بيتحط، احنا موجود عندنا وهوريه لكم طبعا. ممكن بعد ما ارجع من الفاصل اوريكم، وريهم الغطا السيليكون يا احمد لو سمحت. غطا السيليكون بيتحط على اي نوع من الاواني ويدخل الفرن علشان ما اضطرش احط فويل، وعلشان برضو موفر يعني، هيكون اوفر معاكي ان انت كل شويه تجيبي فويل وتحطيه كده اهو. بنغطيه بيه وبدخله الفرن ربع ساعه تلت ساعه، الرز يفتح. وبعد كده بقلب الرز بيبقى بالشكل ده اهو. انا عايزه بس اوريكم الرز قبل ما نطلع. ادي الرز المقلوب شكله كده اهو اهو اهو. مسيح شايفين؟ ادي اهو شايفين الرز ازاي. هتقولنا من فوق لو سمحت يا محمود عشان يبان القالب، عشان احنا حاطين الطماطمايه دي. ايوه اهو ده شكل الرز بعد ما بيتقلب، طعمه حلو وشكله حلو. دي المات السيليكون اللي انا قصدي عليها، بصوا اهي اتحطت على الرز، ما بضطرش اغطيه بالفويل اهو. دي بتمسك في الحاجه وبدخلها الفرن من غير بقى ما اقعد اغطي فرن بفويل واحط تحتيه زبده، فبتقوم لي بالغرض.